بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، وحين كسو جري كتاب الحدود وشيخ وكب اللابي كتاب السرقة، كتاب السرقة وكب اللابي علي مركة تعريف في السرقة لغة واستلاحا بين سوام الرأي يا نبي صلى الله عليه وسلم سوها وشاء وقد جاي سرقة تقني ماذا هذا شيخ وكب اللابي يا باب امتحان السارق بالضرب والحبس. وبابي هاي ستوقي ملغو امتحاني كرا ولغو جربي كرا بالضرب قراعي والحبس إن لحرو إنك توقاها إن لقراعو أما لحرو ما برنانتهاي سياس لغسو صاروحو حضي أما لغو تنسي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية وليد الحمسي قال حدثني صفوان ابن عمرو السكسكي قال حدثنا أزهر ابن عبد الله الحرازي عن النعمان البشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه رفع إليه نفر، أنه رفع وحأكري إليه إلى النعمان البشير نفر كوح من الكلاعيين قبلك وقبيلة من حمير، قبيلة من حمير وهي في بني الكلاع مركة ويمنيين كوح مركة قويس كاءه نعمان البشير وحأكري إليه وشيغن أن حاكة جمع حائك أن حائكا وليها حاكذ وقليها كبهة طلة وليها كبهة طلة كبهة كالشقية وهي أمقلة أن حاكة قليها كبلية سرقوا وحي حدين متاعا ألابي حدين ألابي حدين فحبسه مركز حري وذاتك نعمان بشيرها أياما ما المهيي برسي حقي يحوليه لقوته ما هي أقرتان أما أغسوا بحو بارتان الله صمي. ثم أنت كذب خلا وحسيد داي سبيلهم جد كذب وكل حدا وافى صاحب اللوجدة فأتوه وحأويمد قليه كلاعيين تأها قيس كبأويمد فقالوا وحيد هذا خليت وحد كذا قاضي سبيل هؤلاء قليها جد كذب كذا قاضي سيد داي سبيل امتحان أذون شربين أون قد قدن أون انترفيو كقادن أون سؤال أبدا كوكيني ولا ضرب قرع الآن. فقال النعمان وحول ما شئتم هوش واثاد دونتان هاوشو يحجدو حينو كدقينا ساد جعشي ومحيطاي إن شئتم هداد دونتان أضربهم وان قراعين منك ألبان كالدالي سيحق وقرتان فإن أخرج الله متاعكم هدي إله السوصار ألابت الله إذن كحاضي ومركي لقراعي قرتان وهوشو كعداتو فذاك فالأمر واضح فلا نغنوق فيه وي. وإلا هدي أي كسو بحي ويدو أخذت وان قادي من ظهوركم دبركين مثله قراعي أي كود عيبا إن كود فنبو سديتن أود أما لباتن أما أفرت وانقراعي حقي بقى كصوب حي وافسحنتي حقي بقى اللجوء إن منك اللي تنسنا إلا قراعي إذن إذن كان إذن قراعي بقول أنت أنا أيه كله فتي أيه إذن كي إذن كله في اللي واضح لنتين حقي كصوب حواي مع نعم زيد الزكوين قالوا واحد ربنا كلاعينتي هذا صدا إن لي لما حكم كذا حكم كذا اجتهاد كذا كقاضي أهمبا مسوي حكم كلا أي حكم كرسولك صلى الله عليه وسلم قال وحول هذا حكم الله ورسوله حكمك إلهي حكمك الله سداء مرك حديث كان سداء نسائي وقابة وحديث ضعيفة سداء درتيد يوحو كين الدونة لبا حديث أو كينية إن لسكو حبسها أيو تهمدا لسكو حبسي كارو حديث كزبير بن عوام نتقرن إسان وكي قرعي ننك يهودي قاية لقوتهم سنة ألابتي إنو يدهبك أقري سداء درتيد كبراه وحويلي في الكبرى النسائي هذا حديث منكر هذا حديث منكر لا يحتج بمثله وإنما أخرجته ليعرف حديثك هو حديث منكر أبوري لا يحتج بمثله وإنما أخرجته ليعرف وحانوس وصار إلا أقادن ضعيف يهي محايا لحديثك وحان لتفرد وصل جيسة بقية وليد بقية وليد الحمصي عن صفاء بن عمرو السكسكي أسقال لا تفرضي محدثون وحيد هذان أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية أحاديث بقية وليد ما سافي ما هي مركز وريني إذا أما دليشني إذا إسك إلى علي إسكه بصو ما لا متابعي تدليس التسوية اللوية قالنا أسقى بقية وصى ما يصير وليد أكله بقية عفوا وليد باب الرامي مركز يلوية قالنا مركز وحال قرب إنه جميع الطبقة وعد يتصي بالسماع منع الضينين وعن النعمان ابن بشير بولي عن النعمان ابن بشير ومع ذلك تفرد برفعه ووصله إذن مرك حديثك سداس النسائي ضعيفيين.
أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال أخبرني ابن مبارك عبد الله عن معمر بن راشد أبو عروة عن بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده أوجي أو معاوية بن حيد القشيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس وحو حري ناسا قوليو أيو في تهمة حول لقوتهم أحري حرقوا روح الله حلو والله بقي عند العلماء حبس عقوبة وحبس احتياط حبس عقوبة وحبس احتياط نكون دم بيجوا كوع الضاضي وحال الله حريا إن لعقابه أو لعذابه أو لشلعيه أو لإدبيه كحبس عقوبة الليل هذا وأن قصوم الري لي الواجدي ظلم يحل عرضه وعقوبته مرك حبسك النوع عزة ما هدك لقاه الله حبسك اللباد وحبس احتياط وحكى الله قم قعبا حبس استظهار منك ولا تنسي هاي حق إنه قبل وادع كرتا إنه سنقبل وادع كرتا والحرة يا بلسي الله بصدهوشو بينا الله له أسوق سن أبحسنين هنتد الله دبقله باريتان أنت باريتان كلا وادو أيه وحيه هنيك يسنجا بحسنين ماشى كسي حدنا هذا وحبس وحلقوه بصنعي إما حبس عقاب لو قلت لك لي عذاب كان هذا مركا حديثك كهله وحبسه حبس احتياط واستظهار أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا عبد الله مبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة مركور الناس بؤها هنا رجلا في تهمة نبو أحري هول تهمي ثم خلى سبيله مركاس وددي كسيدة مركي وحكو عدان وايه مركا مدد الله هاينا يمدك حبس احتياطك حبس احتياطك يمدك حبس عقوبها أبا عقوبتنا هدوا أنت لو أركي روحي إنو إدب يا شيء ودنبي وكطبت كياني أو مركا أيضا ورغن كيسيها قاقيب على العقابي أما حق اللو قراع هاي أما اللو حدا هاي اللقيه لي أما حبس احتياطك يوحلقوه بسنة يوحلقوه باري وحيأخذ عيسى ما يراه القاضي مدد قادو واركو بل لبا بلود مالين لبا مالمود في أبي داود وحن نقصه من الحديد كان إن أنبق مال يهبين منك أوحدنا مال يهبين حبسك ماشي اللي وحرنا ومسايدك هذا قوري حبسك النبي مالها مسايدك اللي وحر الكاسة حبسه وحن نصوم من رأيه وكالي إن معاوي بن حيد نبي قرابيهين أيا نبي قويمد منك الله صحيحين الدرس بي أهايين مركز صدتك وماشي الدوام بحلقه كلكها لمقصن يا رسول الله وحان مقلابوري وحان له يبود محان إنك تدرس كيجها الله حري أو حري هاي نبي حلو ولا تنسين هاي دم بقاس اللي قلت تنسين يا واحد نانا أنت وحق عداني وحول مساسة ها درس كيجها السوداي نبي حلو لما سوداني هوشة على عضي سنة مال فريس كدي بالاسكشة كيستي مر لباد من تو استعجب بوري وحي شيء قام بودت كليين أنك تنهى عن الشر وتستخلي به روايك له أنك تنهى عن الغي عن البغي وتستخلي به معاوية وحود هذا الكامرك وإن كان قرابة هين يري وحن كم بغى النبي أنتم ما قاله أو النهباره إن غير كان نقدم بورك مده وجبريل كشقي الله كربه نبي يقول هذا الكلام ما قال بلف بكرها مركز المحاتري حنا بقى الله نبي قال شكك الله قلبي برسان وضل فيه نبي يقول كلا بدباديو نينك أضاج حد قد بي نينك محيولي نبي الله وحلا شجابوري إن أضمد حد قد بك يضلن كأدي دود كور التاجنته أذوقنا واطمين ساب نبي كتب ما يفهم الله نينك الله حريب وليها يدرس شجع رمي موقت نبي كتب حريب لا صقل مي يوح لو حد قد بي ضن كمال هاي وإنك لا على خلق عظيم مركز نبي نبي دع معاويو هي أفدى بينه سوء أن فهم نينك وحيولي مركز النبي وصف عن حجري وتويدي كدي وحوله قاعد إنه أفلقاه دودا النبي كحد كتبه محرم مساس الله ده ها هدي أنا وضد خذولن كأنكر رأبه مركي أن جانس كهلا أنا وصمين أيه أنا دبي هذا وحكي يلي ميس أرد بود وروسي داي نينك وكد قال لهم والروسي داي النبي مودن كافر باتاي مرتد الله دلي ما أنا وحكي شكت لحد هلا صاري رحم الله أخي موسى لقد أودي أكثر من هذا فصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الله كيدي سوى البيع واحد قد بان برشده
ama dadka islaamka sheeganay qayb ka mid ama reemi uu nabigu waa iskaga dul qaadanay laakin had ilaahay markay gaadho iyo xukum ilaahay ay gaadho waxa weeye ahad bana aadan oo ka shafiici kara weynu gaari doonaa caawe way ma dhici karin marka waa laba kala baab waa laba kala baab باب مركه مساله واسدا حبسغو حبسغ احتياطك يا كعقوبته وا واسبينها شرعا صحابون واكو اجماعين خلافنا ملها وحال اسكو ايون ومدده يا ذنوب الروح الله خريك هوش نوعاس باب تلقين السارق توغي وحداي مركه لو كان قاضي حاكمك انه وعربابه او ادلك عمر يرادو ور وحا لو لي وحباد حداي شوق ما دار حدين اما وحوا قادين اما يكون ظلم هيا والبورن asna wada ha qadii oo hakim oo aan ka cabsaday waxa ma qaadin yaani dadka in lagu la haliilo oo gacanta in la kaco oo shumee waxa way horta wuxuu aan loo bisado talqinu sari saasa loo yaqaan oo ruux hadalka inaad u hormarto adigu oo u carabaabto ama ummi iriso suuqaaga daba dhoma tala adoon amreynin wadu bandhigays حدثنا سوي بن نصر قال حدثنا عبد الله مبارك عن حماد بن سلمة أبو سلمة البصري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر ونن أن لتوثيق نوي نن أن لو توثيق نوي واحتوثيقي مجره مع علو طبقته واحتجاج النسائي به أبو داود نواكوري وسكت عليه أركح حافظك ومقبول بإسكير هذا بعنا الله يقول الحديث ما لم يتابع تليك عبانيا إن لهلو تجريح عدل الهيل وحجرح ينقى المجر لم يعدله أحد ولم يجرحه طيب اللهم إن احتجاجك النسائي لقد يقول تعديل يتوثيق الدمنة لقد يقول يسكوت أبي داود عليه دمله عن أبي أمية حديثك لكن دمله وحوي شاهدك الوليه عن أبي أمية المخزومي ومن من من الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي وحنبي لو كان بلسن توكبا لو كان اعترف قرتي توغنمدي اعترافا قرشعت ولم يوجد لمهل معه لجيرن كي سنه متاع الابط لو تمن لما هي الابط قرن هي انه حدينا لما هي نبي الله هو شو وان قاته وارن وان حدي بوله غريغي سادي لباري او ميلو لغا دين الابط لما هي اذا نينكا شكي با ايمان كار وحد دي كرتا امو سن توغنيدو با غرنين بنينكا إلا صحابته يا مسلمين تحدودا ويكون عصبين مركي إلهي جديه سبحانه وتعالى يا رسول كيسو جديين مفهوم كالزندة يا صريقضة يا حرابضة يا قذفه شرح بقبهانية يا فهم مركي إن بضنبه نبقى حسكو دي جردك إنه فانسي ورد بالوحى أي قرنيا ما قرنيا طيب وإنك سومر رسولا حديثك ماعز حديثك لعلك قبلت أو غمست أو نظرت halaga yaaba wan sinisti war amaad uun islaanta dhunkatay maya amaad xuquuqan jeerisood yar qandhufata ama taabatay maya amaad islaan uun qawan fiirisay oodan agmayn maya nabi allah waxaan la imid buurin ninku wax islaantisa uu qabo wuxuu kala yimaadee xalaasha oo xaraana tan kala imid buur idan maxaa cadaatay inuu faansan yahay zina waxay tahay oo garanay marka sidoo kale way فقال رسول الله رسول الله سبحانه وكيلي ما إخالك همزة إن لكسرين لكربة ويبنانتهاي ما إخالك لبض ويبنانتهاي والكسر أفصح وأشهر ما إخالك كمان ملايين يسرقت إن الوحدي ألابت باللقامة هاي قال حولي بلا اللهم قانا وان حضيبه بلا وحاوه ونفي أديده نبي دفاعي دفاعي وحونا قرانا يدنبقي نعم هدي هذا وديه لها نبي الله ما قال نوي ما حد نوي نعم ماشي ما قال كرتو ما يخالوك سرقت لحم حي لي نفيا وحالو اجيبا بلا بلو اجيبا استفهمت انكاري اما نفيا بلا بلو الست بربكم قالوا نعم هذا نقول لهيد ربك انما تيدوي قالوا نعم هذا عربي وكل اسباب منين قالوا نعم هذا نقول له الله من نمت رب من نمت يدوى معنى هذا لكن بلا وحي هو رأي اللي أنفين يي وحكا لقيسا إثبات إن هذا الحديث بان فيلها يا سموسى للنبي حولين بلوان حضيك لقانت رواية أبو داود قصوم الرفاعة عليه ثلاثا صدح قرب النبي كعلي ما إخالك سرقت بلا وان حضي صدح قرب
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به لا تقع مركز سيق هذا فاقطعوه قعنت قوية ثم جئوا به إيه كان كده مركز قعنت قوية سحك إلهي كوي فسان إيه كان والصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما فقطعوه قعنت بيكتر ثم جاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسولك حكوي استغفر الله وأتوبه عفوا قل باكم غنمشاس قل وحاتد هذا أستغفر الله إلهي بأن تبدأ فيسيز أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله ده وأتوب إليه إلهي بأن أنقون إياه وأتوبت كينا إياه سيد عدي فقال وحولي وذلك قعنت اللقوي أستغفر الله وأتوب إليه فقال وحولي صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه إله كطبت أقبل إلا إن دنمت لقطبت كينا وواجب دينين إن ولب التوبة لددتشينا وفرض عين على كل فرد من المسلمين دنبقى أما دنب صغيرة هنغضو أما كبيرة هنغضو التوبة من الذنوب صغائرها وكبيرها وواجب إن صغائرت أي كل عيسو ويسد صدقاتك كلي خيراتك كلا كل عتاوة مسلك كلي لكن كتوبة كيند أهان وواجب ولبا عيني ومعجل ومبناني انتبلوردقو انبناني إذا حديثك حكو عادي هاي تذكر حدود محارمت كل عي محرماتك كل عي الحدود اللي بقوا فيه إن الله بندق هايو إن توبت كنان اللهم طب عليه ثلاثا اللهم طب عليه ثلاثا صدق قرب النبي كو عليه في رواية أبي داود عند من ماجه حنكسهم مرتين اللهم طب عليه مرتين بالنبي يقوله طيب حديثك ضعف قاسي كإيمان كرا أما جهال هذا كإيمان كرت أبي المنذر مولى أبي ذر وحاكبها هي له شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار والحاكم والبيهقي والدار قطن في السنن حاكم له صحيحية له كذلك ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام يكون صحيحية له هدية حتى أي تسقنا ويده تلقين سارقة إن لو عربابه حديثك له في صحيح كنت من السنن قاقوه فلا سيد حديثك ابن عباس كي جابر النبي زنده يزاني هو عرباب يي أما زني سنين لعلك قبلت أو غمست أو نظرت إليها مركه مساله داسي واكو عداهي مركه حديثك وحا لوران كرا سكت عليها ابو داود واحتج به النسائي تلقين الصارخ هلك حديث بو كاني واحتجاج حتى متابعه الشواهد ما هذو هذا حديث كان حديث لا قدر الله عندي لهين لعله اورده في باب الشواهد والمتابعات لكن هنا وباب كلي بو كاني وصريح في احتجاج النسائي بابي المنذر مولى ابي ذر مزن ذهب نحكوش في الميزان رجل نوع عن الطبقة كوري تابعين تي أتباع التابعين تكبار توضع إن وحجر حيجر إمام لا إيمان وحكوريه نسي وحجزتا فهو عنده ثقة شد أسجل هذا ما ظنك يا وحكورني إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة من أئمة المحدثين الكبار وي باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقتي بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان ابن أمية فيه وحولي الشيخ أقول بي باب الرجل بأبابي هاي يتجاوز أضافة هاي للسارق توقي عن سرقته وحو حضي أضافة هاي قرم أضافي انت لو كان حاكمك يقابق مياه مسي ومرك الله كان كده بعد أن يأتي به الإمام انتو إمامك أكيان ريب وليه ووعى فيه مثل هذا دوات قرن إزان حدك روحي مركض لوقف السرقة دي أما الزنا دي أما قذفك أما حرابة دي يوحي لها المالة انت اذن اقين امامك يقاضي حدك اوفن لها وادعفين كرتا اذوك واذكسي دين كرتا لكن وانك ارقين كرتا اذوك وانك يكسر في موطئ مالك صحابي الزبير من العوام ايا ما يكسر بحي نين وحضي وطوق الله هيا الله سيوضه امامك الله سيوضه يقاضي مركز هو ارقين نينك وذي بحول وحنك وحن ارقى كان انكا اسكسي دا اسكعفي وحادنا اما كعفي اما سكال وقا قادي هاو قيني قادي سانك عند اللوقي مركاسو دي مايا هورتو وينان اقيا سلطانك اقيا مركان سلطانك اقيا مركا ايدا او ارقى بور مركاسو يري هادا هادا نسيد دينين فإذا بلغت به سلطان فلعن الله الشافع والمشفع فلعن الله الشافع والمشفع إلهي بهلا عذابه ننك إرجية أيوه ننك اللو إرجية إرجية أقبل على التكيس وقادرة أي سلطانك
مرك الزبير موطو ما ينقصه مرة ما أثك أمرين فلعله الشافع والمشفع عينه هب أمرنية لما له تاسي مرك وحوري ابن عبد البر ولا أعلم في ذلك بين أهل العلم خلافا شفاعه بعد حتى أقار إمامك سلطانك لما أقوله قبلها ويبنان تاي تيب ابن سايكا الله يا وذكر الاختلاف في اسمان رافك إلا الشيوغا اسمان رافين رواط على عطاء بن أبي رباح في حديث صفواء بن أمية تقصب سنة فيه أي في المجاوزة للسارق بعد الإتيان به إلى الإمام. أخبرنا هلال ابن العلاء الرقي قال حدثني أبي أبيه هلال ابن وعلاء بن هلال أثناء الرقي قال حدثنا يزيد ابن زريع البصري عن سعيد بن عروبة عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن عطاء عن صفوان بن أمية ابن خلف الجمحي وذكرنيس ورقي إسلامي مصيمة الفتح مكة رقي إسلامي وهي مؤلفة القلوب كأها واجد دمبنا وحاء وحود انتي مالمه سيدنا عثمان لدلي يؤسون الجيريودي صفوان بن أمية وحود أن رجلا قسوا حديثك لا أصوى دير وإيمان دون تاي أصوى مكجوه يا وحلوي يدي نك هذا نهجرون دين مريد لا دين لمن لم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كيف كصعود علي مدينه التقي مركز نبي الله يا أبا وهب محاكو كان يبولو كاسو عالي مكي أبا طحي تحدي دي قال يدي حن نبي الله قل يا وحيد هذين لا دين لمن لم يهاجر نبي حوري ارجع إلى أبا طحي مكة يا أبا وهب دحدي يا مكرلك سكان نقو لو بعد الفتح ولا هجرتها بعد الفتح دين تادي رير كذا نقو أرض بالنقو أسوق مرك مالك مسائل كنا نحن هرج علي وجو كيس أنا معوز تبض ضبط برك هذاي أو كيفا أيام متكسي ببرك أنت توجا جو يسيب الله بحنا كسر الله دقائق وكنت أسوقهم في الوكدة بالتجي وأسوقت نبي جبهة وش لو جيي نبي حوري ورب قوي ما ضاح هذا مخاتير عضينا كعنت هلا جوي حنا بي الله وابع عفيس كده قاعد أقولني نبيحول أنت هذا الإيكينين محل عفيه ويد مرك حديث قصة أصولها أن رجلا باسرق وحوح هذا بردة معوس له للصفوان فرفعه إلى النبي نبي أكري لي هذا بردة لفظي بانها إنها خميصة إمان دون تسمان الدي ذا فأمر نبي وحو أمري بقطع قعنت إن لقوي فقال حلي يا رسول الله سلك إلهي قد تجاوزت عنه وأضعفي رواية وحيت رؤوه بيي رواه حيله ذا وابكوس صدقيستي رواه حيله النبي الله وابكوس صدقيستي أما وابن كئيبي العقد أنا ما كسوه هيا قوة بكئيب سيء هاي العقد أنا مركو هرايك كانوا بحور رواين وصحابك بتباديه وذاتك فقال النبي حور يا أبا وهب أبا وهب يا أبا وهب وكن يدي صفاء من أمية من خلف الجمحي أفلا كان هبين تامحيون نقوم ويدي عفنتاس قبل أن تأتينا به انت ذنوكين فقطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باقول حديث كاني صفوان وحكورية إلى تضبط تابعي باكوريس عطابة كمدة عكرمة مولى بن عباس بإنه إمان دونه طاووس ابن كيسان اليماني بإنه إمان دونه زهري وحن كسوا من رئاسونا في موطئ مالك ونا إمان دونه رجاء ابن حيوة الكندي أسنوا ورياء حميد ابن أختي صفوان وولو أبتؤي هاي ولا شيء شيء صفوان ولا شيء شيء حميد ابن أختي صفوان عر طاووس عطاء عكرمة زهري رجاء ابن حيوة رجاء لحدة أيا أبدا راوي تضباد نواجرة مرك عطاء حديث كسلس كم عن رافيات وحينه هنا رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن عطاء حجستة سداسين قتمت. أخبرني عبد الله مرك سيدا واسو مرك أورن هيو قتادة هذا قتادة عن عطاء سيدا سووري رك بدن بارهم متابعي قتادة كلي يساوى وموري وحكون راعين لذا قيس بن سعد المكي بالوورية وحكون راعوك لحبيب المعلم حميد الأعرج عمارة من الميمون جماعة سيدا كوريس لمن خلافه باجرة ويوم مركاسي قوين هي قلنا هي بين عطاء بين عطاء وصفوان وداد دم قلين دونا مركا وحلسكوا يا وهم خلافك ارسالك حديثك ان لا ارساليو يا ان لجليو بين عطاء وصفوان لجليو ان لا يداه طارق ابن مرقع وامن دون ان شاء الله تعالى اذا تاسوا خلافك اوريين غاري دون يا الفاده
حدثنا أخبرني عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام عبد الله بن أحمد وتقانا صاحب السنة وزوائد مسند أحمد على أبيه وقرنيسا قال حدثنا أبي أبو عبد الله بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قال حدثنا محمد جعفر غندر مركضه في متابعين يزيد بن زريع المتابعين لكن خلاف الدونه قال وحول غندر حدثنا سعيد باوراسين لقره كبرنا كيمد مزنا وعدينا صحته بعض النسخ حدثنا شعبه قرن شعبه يقرن ودغنتها مش سعيد ني شعبه قرته ما جرت ما بعض النسخ بس ذا قري عن قتادة بن دعامة عن عطاء عن طارق بن مرقع الحجازي طارق بن مرقع الحجازي وحال الشغائن يهي ننكي كردم وكردو النبي كردم وذات لرنجل صحابيها يأسقى اسكو قبتار النبي أقعون تمين وحال الشغاء طارق بن مرقع إنو سدا يهي هذا واحد طارق بن مرقع ونغض ننكي كردم لدو ذي النبي أولدتك قضية رحمرتي وصحابي وحكروا تصيئين ويهنين متقدمة بسحابية عنبس ابن أبي سفيان طائف بمركو مكوالكاها حلقي معاوي مركا وانا ولالكي واتقرنا يا سيادم عنبس ابن سفيان من حرب وي مركو طائف آذي حقو وآذينو صو حقايا بحو أما حقو صو نستو وحو آليئهان وقلتك جري مكا طارق ابن مرقعا حجازيا مكا طارق مرقع وانينو عاصو متقدمة نكل رقيها تراجم الرجال كهلنا لم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا عن صفاء بن أمية أن رجلا أيا سرق وحوحد بردة فرفعه وحوكر إلى النبي فرفعه أي المسروق منه نكل وحلق حضي أي حوكر إلى السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب ضميرك فرفعه سارق دعو الليس رفع فعل كذنا ومسروق منه ساسي نقنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكر يلي فأمر وحوف أمر النبي بقطع قعنتين لقاقوي فقال يا رسول الله رسولك إلهي يا أرنى يا قائل كاس وانينك وحلق حدا هدي قد تجاوزت عنه وأعفي وارضافي قال النبي حرف فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب مع هوشن أنه قم ويدي انت ذن إيكين إنك يا أبا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قعنت قوي إذن رواية هوري حائم مركز خلاف سن يزيد من زريعيه محمد وجعفر غندر بحسب خلافين في ذكر الواسطة بين عطاء وصفوان وإسقاطها وبين إسقاطها وحفاظ بضن كودم حين رجحان إن واسطة الله الشيخ ومحمد وجعفر وسحين هاي في ذكر الواسطة ولنا وحيليه وحادعي كرته عطاء واجهوري في حديثك كقال أنجري بواسطة طارق عن صفوان واجه دنبنا ووهلي تاو حديثة صفوان ومتقدم قديم الوفاء حلق عثمان بلد لي عطانا وكير يا دأذيزه إنه صفوان وحققاته إنه صفوان وحققاته بل ابن حزم وحوسى عديي أن عطاء لم يدرك صفوان من أمية موسى سوغارين بوله إذن ذكر الواسطة هو الصواب ولذلك ابو النساء الدبقيي تيهر نهر مريي وحوري كبرها خالفه الأوزاعي فأرسل الحديث خالفه الأوزاعي فأرسل الحديث أوزاعي يا خلاف قتادي هذا قتادي وحاي سيا أوزاعي وراو حين صومر وحاي سيا يزيد بن الزريعي غندر محمد جعفر في الرواية عن سعيد نبي عروبة أخبرنا محمد بن حاتم بن عيم المروزي قال أخبرنا حبان ابن موسى السلمي قال أخبرنا عبد الله ابن المارك عن الأوزاعي عبد الرحمن عمرو قال حدثني عطاء ابن أبي رباح أن رجلا إذا أوزاعي حديثك الحكورنا يا عطاء بن أبي رباح قتادة حديثك الحكورنا يا عطاء بن أبي رباح محيسكو خلافين قتادة حديثك واوصلي عطانا عفوا أوزاعنا وإرسالي فأرسل وسحابي مشي وخلاف مركب في الوصل والإرسال وفي ذكر الواسط أنا وصمر أن رجلا باسرق حضي ثوبا مرء هذانا بردان صمر مركب معاوزته وامرون اسم الدي دائها وأخاص يمحوها عامون فأتي به رسول الله رسولك الله بالله كان فأمر بقطعك عنه إلا قيوف فريف فقال الرجل حيا رسول الله هو له مرض أسكى ونوع في نبي الله وسكدك عنها قيني قال حري فهلا محاوش ساء النقوم ويدي فهلا عفوتوي وتجاوزت عنه
قبل الآن هذا كور وحديث مركا صاحب أنيس الساري تخريج أدو ديربولي حديث الطرق ديسا قابك الأسكو خلافي وما هو الراجح أدو أغهل صاحب أنيس الساري في تخريج الحديث الواردة في فتح الباري رقم كأفركن تضباطن يلح أفركن تضباطن هلا مراجع يعني قاد وقتي وما هي هوش أيضا مهمد وحاول حديث كسيدة صوابك وحديث حسنة وحديث حسنة اختلاف قاسنا واختلاف لا يضر ما دام مركو النسائي أقيا هاي إن خلاف كجر السنة إيو لبكجر روايات كحديث كان آد بأوفاين دونا مركو أضم بسنة وحكيني دونا رواية عضيين إيسا حديث كإنو موصول يهي وطاوس من كيسان بكيني دونا من طريق طاوس من كيسان طاوس من كيسان وسوق علي صفاء من أمية مدلسنا ماءها إذن عن عانديس هو محمولة على السمع انت انسك قدتقني وتمعد وحوهي سارقه سارقه هدي مرك إمامك اللوكين وحقي آدو حفيدو حدكو سيدا كرد عماي حدكو سيدا كرد عماي علوم هذا بضن كوننا سيدا سيقبان إلا أبا حنيف أبو حنيف يكوح وكرع وحيليين هدو عفيو ننكي سارقها ننكي وحكح هذي هدو حولي ووعفيي لهذا حدك لا يمكنكرو لأنه حوليه وحال الاسكوية حدود إن لقره ذو شبهاتك إدراو الحدود بالشبهات هذه قعانتا ننك هنديد اللوغ إن لها بننك لها أوعفيه شبهة ماشا طالة ننك يحدك لقوه فن فخالف السنة ومذهب الصحابة مركا معنا بدا المسيلة باب ما يكون حرزا وقياس مخالف للنص فلا عبرة به فلا عبرة له ما باب ما يكون حرزا وحن نقول حرز الحرز والمكان الذي يحفظ به المال وماش حولها لغو إلى ليه حرز الليل هذا ويختلف باختلاف المال حوله ذي حرة لغو حرية العقد شبه لقليا أما ميل بلغو قرصدا ذهبك أبا حد يصندوق يميل بلغو رتا إذن شيء والباء وحي حرزه بيرته أودي يدير بلغو رتيا مرنا أيضو جيد كده كنت تعلون عن أود لهم بعد يدك قوصون ورلب تركيه وإنه قاردون إن شاء الله تعالى هوشا وما لا يكون حرزا يوحان حرز نقوني ينبو بابي شروط السرقة حتى ممكن لو فينا ويفر بضان تاي إمام كنا مدمد بوكين الدونا اللي حلو حين صوم مرة السرقة وإن تاي شرعا وأخذ مال أخذ مال من حرز مثل على وجه الخفية وإن تاله له سارق وإنه يهي مكلف شروط التكليف نواتقا أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مكرهين تواقضا قضب كاللبات وحل لقاضها يوئنه مال يهي معصومة مال معصومة وكحرانة قال شديسه وإنه يهي صدح وإنه كقاضه ماشي لغو إلالية لغو دوري من حرز مثله أفر شيء قاد حضايا قاضي وإنه دار يهي ربع دينار ربع دينار دينار ربعي ديناركو مركض الله صلابته وأفر قرام ودهب يبقل لباتن شريقه أفر جرام بقول لباتني شريرو إذا وإن الحد هنتدن أفر جرام وذهب هل جرام وذهب عفوا هل جرام وذهب إيوه وحيرو ريجوينا بقول لباتني شن أفر قيبي قائم الزمن صدون يكو إذا وهل جرام وذهب إيوه صدون يك صدون صدون ريجو بالعربة أما صدون يكو ريجو هنتلو أنت كرام كذاب كم مرك يقدم بيس قيمي سوحوها أصور شنكون عقين بمن هو جاي يا هذا مرة قيس إذا كل شيء هاتو حلا دعانت لما جو ينكر حولهم بلقد دندب والد بن حجو وتعزير هاتو الله بكون حلا دعانت لما جو ينماي هاتو حلاه صدق حكون دعانت لما طابنكر إذن وإن ربع الدينار هنتد أيضا تهاي سيد الشعر على الدارة فوق يفايف كي ملهاس يسيجس كي إيو لو بقولوا شين أو كين ينك إن أصمان ينك على دعانت وجنجري بالليل قولي أن هوية الشاعة وكد عيدي وذاتك أنا ورا ماي ويقول محكمة الله كبر الله بس قرر ما يشعر الدارة أقول ريزو ماي محكمة ده قرط فرشة قرمة يعني شغل مؤمن أرجع ده أولي وركب ما هيزي هي على النور 93 ما هين ويسود داف سود داف ملها سغاشن شنتي افرتي ملها يو فراي
looma goyn karo gacan laanu nisaab ma dhanno bal 100 kun oo Soomaali ah nisaab ma dhantahay 100 kun oo Kenya mariga meeqa 100 kun way Soomaali ma balyan bay ku dhawda way idinkaasa marka wuxuu waan iska fiiri marka shuruudaas oo muhiimsan wixii mukhtalifan waan gaari doona akhbarani hilal ibn ala ar-raqi qala haddana husayn ibn ayyash ar-raqi قال حدثنا زهير ابن معاوية الجعفي قال حدثنا عبد الملك وهو ابن أبي بشير البصري قال حدثني عكرمة وإن صومر يداي وحن صومر رقي دورك عطاء عن صفوان وصومر هذا نحن مرينا عكرمة عن صفوان ابن أمية أنه طاف بالبيت وصلى وحقوط وافي بيتك إله وانتو كذي ثم لف رداء وحسكوط وضوبي عفوا ثم لف وحوض الضوبي رداء له قولها بوض الضوبي ومن برد لقسم يدركاسي مرضها له مضبضها له مع وسان هذا قل يهن يمين تحدان صميد عرق فران قوهان تلوه وذي برنوها ووين قدبان له تأسى برد قال له أم من كان باقي بكوي يمن فوضعه مركاسه ساري مع وستي تحت أما قوي وحوض لقاي تحت رأسه ماذا حيث واتقناها رميه وأمان ما كانت هذا الشيء عنه عما هذا انتظ ضبطات بركان قال هذا انتظ ضبطات بركان كدهان ضايب فنام واسع سحابي فأتاه لص باوي مدن توغة فاستله واسيبي فري صلب قوقع ويقوي بركان تأها من تحت رأسه ماذا حيث أستيسو كذب فأخذه واقبتي فأخذه واقبتي ننكي بقبتي صفوان باكذب ورد واقف فأتى به النبي النبي وكسل على السلة فقال وحوري إن هذا نبل بذكن كذا سرق رداء يبو حدا وانا صوقبتي فقال له النبي حكور أسرقت محضي رداء هذا اسكي الماء ننك عشاكتي وإن لو ويدي وننك وحوشيقين أتقو إسي حضي مجرت هوشا من سمايا قال حوري نعم واحدي قال حوري اذهبا به هذا محايا إلي واستفهام إيجابي أسرقت رداء هذا واستفهام عادة نعم بلغك جوابي هذا نقول إذا ما إخالك سرقت لعلك لم تسرق محوري النبي محوك جواب لها بلا بكو جواب لها مركو ربين وصوكو قال نبي حوري اذهبا به لطقا صفوان إنك لو لسعود بلغك يا أبو نبي مركة تتنيد ولجل فاقطع يده بعنتي سقوية قال صفوان حوري ما كنت أريد نبي لو مدونين أن تقطع يده في ردائي gaantii in loogu go'iga marabiye xugo in la calaanto baan rabay in gacanta ka falasay ma doonin faqaal lahu falaw ma qabla hada falaw ma fa'alto hadaad yeeli lahayd qabla hada ay qabla an taatiyana bi waafi'an laydo mar hadaad ii keentay gacanta in la kacun baa meesha taala wuxuu imaamku uga jeeda marka wuxuu uga jeeda go'aad barkan tahay ama cunada garabka ku saaran hadii la qaado waa xoolo laga xaday meeshii lagu ilaalin lahaa حرزكم ما هو إن ميل هلا لجليه أما حبا حد يصندوق لجليه أما الله قريه سحابكم جو حقه ويالي وبركسنا شارك هذه هدي اللي قاعد دفو معجوزته هذه اللي قاعد دفو كوفيه دي اللي قاعد بحه قال إنك كوجد لك عوام حواس فريقه وحنا كوب بذلك الروح إلى النساب مجارين يها ولا كله مرك حزب مثله واسدة إذن إن barki ego ala barkisan ya ama shay gacantada ku jira uu yahay shay ku ilaashan meesha loogu talagalay way ku cadiyaan tarjumaad way ku cad hadii ku cadiyaan tarjumaada qaybtana uu waafaqsan yahay laakin qaybta dambe wama la yakoon sida uu waafaqsan tahay tarjumaada ima cad waxa dhici karta nasay inuu halka ka fahmay guu hadu banaanka ooli laha wadaadku uu barkado guu kadib uu ka galgashay hurda qabatay xaggaas uu galgashay guu xaggo kale iska yeela hadaan guu banaanka la far iyo sul ku qaado نقول لها هنتي لقى قاضي من غير حرزه من غير حرز مثل لقى قاضي إنه سدى نسي أجي ذا لقيا ولكن ظاهر ما مركب ترجمة داس قيبت الضمب خالفه حا خلافي وذات كذا طومرتين أشعث ابن سوار الكندي ونن ضعيفة ونن ضعيفة وحن أجي ذا عبد الملك عبد الملك ابن أبي بشير يوحا إسهية أشعث عن عكرمة لبضع سائس هيا هذا محين صوم الرأي عبد الله حديث وحكر لقاي من حديث عكرمة عن صفوان بن أمية
أشعثنا الحكاد قدونا عن عكر وعن عباس وضد الله يقال نبي كل بابعي وهذا وحاله سلك الجادة سلك الجادة مرك وضعيف بوي صادرت يدبو اسكك ورد ماشي ليقان نينك عبد الملك كل ليحظي عكرم محو عامكو يهي وحو عامكو أن يروي عن مولاه ابن عباس هل كيف اسكك ورد؟ طيب أخبرنا محمد بن هشام يعني ابن أبي خيرة البصري قال حدثنا الفضل يعني ابن علاء الكوفي فضل من موسى الكناني همود بكله هو فضل ابن العلاء الكوفي قال حدثنا أشعث بن الصوار الكندي عن عكرمة عن ابن عباس قال وحرم ابن عباس كان صفوان حوان نائما متجيفة في المسجد رواية هذا أن سومر إنه هوري إن بيتك أقضى وفي كعبد وكعبد الجوغي باكم موقتا روايات كبدن كنت وحي شيغيان يعني ميشا لغا غخد وداد كغويسي يي ميشو جيفه با اني تاي مدينه يا اهيد مركه روايات هره اختصار با كجرا واسوغو ضوافها يو مكه جوغو بيتكو كضوافها اي وها لوغو ييري من لا دين لمن لم يهاجر ضوافك بو دمهيسه كد وحو سفرى مدينه اسوغو جيفه مسجد النبي غو لغا قات مركه روايات هره اختصار با كجرا وحيسكو قبطي حالتي مكه يو تيم مدينه كان صفوان نائما في المسجد ورداءه قيسون وحوها تحت وهوسس فصور قيبا لقحظ فقام واستغي وتوصي وسحابي وردد بكك وقد ذهب الرجل نينكي او بحصدو اردي فادركه واهله وكذب التغي فاخذ وسوق قبط فجاء به الى النبي نبي اوكيني فامر نبي حفر بقطع عنته ان لقوي بعد ما اعترف قال صفوان حوري يا رسول الله رسولك الله يوم ما بلغ ردائي قيق ما غاد هي بوري ان يقطع فيه رجل إن قعنت لقى قويه رواية أبو داود أحمد قوي وحوق قراب ثلاثين درهما ويكبض نيد نصاب كسرقة وربع دينار لأن ربع دينار كحلقة وحوقها لبيه تمن درهم قونا محقوق مزين هاي صدن درهم وام هاي واللوان نصاب إيه كبض نوي لباطني أفر لحبا وديربا لحبا سيدير لبار نساء قال النبي وحده الله كان هذا قبل أن تأتينا به محبه ويدي وان عفي وان سيدي انتظن ولئما قال عبد الرحمن النسائي أشعث ضعيف أشعث من السوار الكندي وضعيف مخالفته لي عبد الملك لا تعتبر إذن الرواية الضعيفة لا تعل بالصحيح أساس أجهد أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو وهو ابن حماد وعمر بن حماد ابن طلحة القنات نين كان رأيكم صمر عن أصباط ابن نصر الهمداني عن سماك ابن حرب الطائي عن حميد ابن أخت صفوان وننك صدحات عطاب بن صمر عن صفوان عكرم عن صفوان حميد ابن أخت صفوان وأبتقي وحكورنا يا صفوان وان صمر وحجر حي مجر إنك أسقاه ذكره البخاري في تاريخه فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وكذلك ابن أبي حاتم باقشقي في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ابن حبان آيات توثيقية في الثقات واحتج به النسائي ولم يجرح مركا ابن قطان الفاسي ابن حزمي ومجهول الحال بين هذان مركا أنسكاقات تقنو عن صفوان ابن أمية وأبتقيئة قال وحول السحابي قاس كنت وحانها نائما متجفة في المسجد على خميصة لي قو بردما له خميصة وقو وين بردما له يو إصداف هاي يكوب قدبني يكوب دير ركابة خميصة لي ثمنه قيميس أوي هاي 30 درهم صدن درهم فجاء رجل نمبا يمد فاختلصها مركز الضفين مني فاستلها بكفي عن لأن اختلاسك وأكدوا هاي استلالك طيب وإن قادنا لا قطع على مختلس ولا منتهب وإيمان دونت إن شاء الله تعالى فاختلس واسيبتي ويمني أنوقي إقسيبي فأخذ الرجل بالصوقبتي فأتي به النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع عفوا ليقطع النبي أمر إن لقويه فأتيته النبي أن أتقي فقلت محاري أتقطعه من أجل 30 درهما نبي الله محاد قعنت أغقين صدن درهم درتيت أنا أبيعه نبي الله وبكي إيمها يابر وأنسئه ثمنها دبان أقول لك العقد هذه مرض العقد يعني وان كيبيي ثمنتي العقد وكسوك يا مركو هلو نبي عرف الله كان هذا قبل أن تأتيني به هوش محيو دعوه يدي
انت ذن اي كينين. اذن حميد ابن ابي قتصيان عطاء يعكرم انه صوم مره. طيب طاووس بن كيسان نسائي وحور رواع خلاف كل الشيء انه كبد بلاده مرك الرواية تصيصة ان حديثكم متصل يا انقطع عن الجرين ايوه الرواية انه كيرو. اخبرنا رقا صدن حميد بن اخت صفيان عكرمة عطاء كل وحلوران كرا لم يدركوا صفوانا من حيث الوقت والزمن. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الكريم البرقي قال حدثنا اسد بن موسى اسد سنة ننك اللوية قانوي ننقينا بضان وحافظة وسنة كل لقن أهل بدعة كدران بوها مركز المسلمين تحيو بحيان لباحي سنة أسد السنة أيها الليلة هذا. قال حدثنا وحوري حدثنا وذكر وحوش الشيخي أسد بن موسى حماد بن سلمة الشيخي حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو دينار المكي عن طاووس بن كيسان. هذه الرواية وأثبت الروايات لحديث الصفوان صدرت ابن النسائي ودن بيسي الصوء كتوصها هي حديث كنا حديث مشهورة هي انت سو التابعي وريين. طيب لعل طاووس بن كيسان وسوء قاري ابن عبدالبر وحوري والرواية طاووس عن صفوان ومتصلة لأنها وحد عكرتبه لأن إدراقيسه ينو سوء قاري صفوان وبنان كيتالبه من حيث الوقت لأن كله مكون طاووس عكرمائي عطائي ننك الله إلى هذا حميد كله كوي. عن صفاء بن أمية أنه سرقت خميسة أنه حاله سرقت وحال حاله خميسة قوء بردماله من تحت رأس مدح سهوست وهو نائم أصغو جيفة في مسجد النبي فأخذ اللسة توقب قبطي صفوان فجاء به فأخذ أن يدقن فأخذ وادعي كرتين يدين دقنتان فجاء به للنبي وكان صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان أتقطعه من قوين إساء. قال نبي حويري فهلا قبل أن تأتيني به يعني هو استفهام كان وديدين ده قوين وعفية بوجه ذا فهلا قبل أن تأتيني به تركته أي فهلا تركته بيكاد لأنت محاذا يقول تقي ودوسي دين ودي قبل أن تأتيني به انتظر إلى إيمانين مركا طرق طريقا وطريقا وغفيا عن. ولذلك الحافظ عبد الهادي في تقيح التحقيق مجلد كأفراد شنبق اللحن إلا بوحودي وحديث صفوان صحيح حديث صفوان هذا أين وصحيح رواه الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عنه عن صفوان. أنت أصل طريق بكل ماذا تضبط طريق بالورية أصح الطرق نوها طريقا هذا إيسان ابن عبد إنك اللي هذا ابن حزم وذاتك اللي هذا ابن قطان الفاسي يسوقبه ابن منذر وهي وحي مرة يا حديثك إنه يا مرسل طريقا ضمن مت شيئا مجرو ومرسل ومنقطع بيكون رجستان كل جودنا ما يسنهلين طريقا نسي أكو ختمها وش نسي ودقيق شبهات كاسو دم حولي هذا وحول بيدن كيله بالطريق عمر مدينار عن طاووس عن صفوان بالجية. طيب مركوا حديث صحيح هو سيد الراجحة سيد الراجحة صادرت يا ابن حزم هو خلافه وحولي هاي هدي لعفيه هدي لعفيه قبل قبل بعد الاتيان يا قبل الاتيان بوائسكم مت الى ان نصعد هله الى ان نصعد انا حديثنا ضعيفني حديثنا ضعيفني زازو زولي لما شاف لما ارجين كانوا لا غنا شفع قادك وانا لا شفع قادك قبل الاتيان الى السلطان وبعد الاتيان الى السلطان هلكاسو سوق مريه مرحبا حماد بن سلمة يقرن محايدين بإذنك. حدثنا أسن موسى قال حدثنا وحكشكين زنزي النسائي مركو ورن أسد من موسى ما أخبرنا أبوه مسا حدثنا أبوه النسائي يشك في صيغة الأداء إذن مركا حدثنا وحد بيا لوي حدثنا هرده أما أخبرنا هاي لهذه ننك كل مخبر كأم محدد كأه وحماد بن سلمة مركو حكرش كسنية النسائي لفظ جيبو كشك سنية مركو ساسو كوي دي للإحتياط وذكر وحوش جاوي أسد بن موسى ذاكرك وأسد موسى وذكر أسد موسى حماد بن سلمة والشيغي هدان مركو ذكر أدرتين أدوغر دكتو مفعول حماد واذكر لدي وذكر أسد حماد بن سلمة وي لكن هذا حدثنا فاعل كذا كذا قلنا حماد وجدينا
حدثنا حماد بن سلمة صصاني عيدغان هذا ويقود أنت حماد. طيب عيدا أكل رمضان واجر تبع الغيابة ويدن قد أنت حدثنا بيد بطالة مركب وحكوشك سيني هاي في صيغة الأداء وحكى لما أخبرنا محمد هاشم القرشي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جرير عبد الملك عن عم شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبح تعافوا صدافة الحدود حدود سعفية قبل أن تأتوني أنت إذا إيمان نكور نكو حلقة حدا نكو وعفين كرا نكو لقد فلا جاء فيه وعفين كرا لكن مرض الإتمادان حد كوا إلا أوفيه أيضا مسألة القدف إكد وأنت حدود كلو حق الناس بدل الرجح يا إما يا الله بدل أسكوها أيه وحتى بعد الإتان إلى سلطان إن العفيكر ودبنا إمرية كالقصاص كالقصاص تعافوا وسعى في الحدود حدود قبل أن تأتوني فما أتاني وحي إسوك ومن حد حد إلهي فقد وجب واللازمي كنقط مالها هذا النسوم مريني صفاء من أمي مركوع في ولادك النبي فهلا قبل أن تأتيني به. قال حرم المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عبد الله مركو دليمي وليد ابن مسلم عن ابن جريج فرباك قدن وليد مسلم ومدلس ابن جريج عن بوحك ورنيا مركو وإن متابع أمر هذه الناس وإن رحوجي الربا عبد الله بن وهب مركو متابعين وليد مسلم وليد مسلم وحا متابعين عبد الله بن وهب المصري قال وحول عبد الله وسمعت وحان ابن جريج بن مغلي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وأه عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول تعافوا الحدود السعى فيه فيما بينكم فما بلغني من حد وحد السوق فقد وجب واللازمي واللازمي أبو داود ممكن نمر وأنا وصول شغني صاحب أنيس الساري إنه حديثك ضعيفي كن سداد بقول يا أفرتن وقتنا كبحي أنت برتزا صاحب نزهة الألباب شيخ حسن حيدر اليمني أصنعه وضعي في نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب الشيخ الباني يشارح وعن فلا إنه تحسين أيان ويحسن لي تحسين كاسانا يا ياد مدين له بدن يا متأخر بدن لكن وإذا ده ضعيفنا يا إلى العروس أو بنان كيا الله يحكم علينا يا نسائنا وحضورنا يا إنه عديدكم وسوين وحجيسنا يا حافنا حجرنا وحوري سنده صحيح إلى عمن شعيب عن أبي عن جدي صحيح بعدك يوم مرية حديث كان وهالسكو خلافه هرتا مداره وعلى ابن جريج مداره وعلى ابن جريج. طيب مركب وليد بن مسلم يا عبد الله بن وهب المصري يوه مسلم بن خالد الزنجي يا إسماعيل بن عياش أفرتا وداد وليد بن مسلم عبد الله بن وهب مسلم بن خالد الزنجي والشيخ الشافعي قرن إنسانة إيه وداد ليلى إسماعيل بن عياش أفرتا وداد رووا عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وين وصلني حديثك ابن عليا يا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أيا إرساليي لبدا ودادنا وإرساليا وحكى دقين عن ابن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن رسول الله جدك بيقولين وصحابك بيقولين. طيب مركا رواية مرسلة يوداده الرجحين لأنه حيليين وليد المسلم هرطة وحاوي ننت واربا معها سيدي السباء وأن مدلسة أولا بضم بيكون إهدي وأن ثقة سيدة الراجعة لكن تدليس بالغوء إهدي يدلس عن الضعفاء والمجاهيل. عبد الله بن وهب وحيد هين روايته عن ابن جريج فيها نظر لأنه كان صغيرا يحيى المعين بوحيد هذا عبد الله بن وهب ليس بذاك في ابن جريج كان يستصغر يعني لأنه سمع عنه وهو صغير عبد الله وهب وير يا ابن جريج وير وحكورية مرك روايات عبد الله وهب نمسي تبار بنو مسلم بن خالد الزنجي وضعيف إسماعيل بن عياش نه روايته عن أهل غير البلد وضعيف ما رأيتني هوشي أفرتي وذات بوق فورين مع صهري ابن علي ومن أساطين الحفظة عبد الرزاق وأسوقنا أضيك كلا وامتحانهم بالفردية أسد في الوادي أيا خلافين فالرواية المرسلة هي المحفوظة تاقي انت وحاسيد روح لك لا وحن صوم الرأي بخاري يبيها قئنا الدورتين أن ابن جريج لم يسمع عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي إلى الكاسي سوقيستين مركا حديثك ضعفي سوى ظاهر مركا رنك الله فيري ضعفي سوى ظاهر حتى دكبت باده
oo riwaayada mawsuulada aan rajaxano laana afar baa isu tagay laba khilaafay waxaan dib ka imanaya in qataa adam samaa'i ibn jurayj an amru shu'ayb an abi an jaddi dibkaas adigu marka jira laakiin hafn hajar ibn abd alhadi xifada balankood mutaakhirin tahdidka way sugayaan waana xasan baylay معناها لك حديث كو شيغي اجمعت به الامه ان منذر با اجمع سوغوري في الاوسط ابن عبد البر با سوغي في التمهيد والاستذكار ومسألة اجماعيه حدك هدو امامك سوغارو لغمنا شفيعي كرو من دعايو معنى الحديث ومجمع عليه ابن حزم با اسكو داي انه خلافه ظاهر ان ما بلا خلاف مويني لم ينقل عن غيره لم ينقل عن غيره أصلا صحابي ولا تابعي ولا إمام متقدمة وحديث كان مضمون كسخ لا سمسوك برواي وحسك سوء استغي مر هذا آية القرآن الجرين حديث أصحاين الجرين كان أن ضعيفي إجمعنا الجرين وحاوي يوركوا وإسك عديها حد كي أسوء إمام كالجاري يا العفين كراب التغي رغم كالويق ابن حزم وحاوي مركوا ربعين وإجمع بريه أن ينقل الخلاف عن الصحابة والتابعين وكبار الأئمة ميل هذا سداوي لأنه مهر مجرا وخلافا ظاهر النص سدو الشيخ وحابك قفلا وحابك قفلا زبير بن عوام إنه يريد مرة ضحك إمامك الجارو فلعن الله الشافع والمشفع إيوه حديث كصوص سعودي زيد أسامة بن زيد مركب كي قبل مخزومية نبي وكي يريد موحدوني سان حد يسوق قال إنه كير قيسان ووحي ريب من أسرها لاقي هوشا اسكت دينا أي أنه كسعونا إن شاء الله أخبرنا محمود محمود الشيخ الألباني حديث كان كيري سيدا سوي أخبرنا محمود غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع وكبح حديث كي صفوان إياكي عمل وشعب عن نبي عن جد وكبح وحيوق بي حديث كلي أخ سيسا سرق عن نافع عن ابن عمر أن امرأة هواني مخزومية قيس كقريشة ربني مخزومة كان وحي أهد تستعير تي إرقسته أمطب العاريسته المطاع أراب تضدك فتجحده مركز إنكري جرت واقدم ويضفري نهبلاي أرابتي وليبا دهب يقادن جرت وحيا بها وانك مركا أروسك يا حداني لسكو قرحي يقادن جرت قوار با أروس نوئه ريه بلو سلانتي هبلاي استقانا وحي تري إيسو ديب الدهب كأساك واللو ديبي هدون ويضفري فأمر النبي نوحهم أمري بقطع يديها قعانت ذي اللقوي هل كم حكب الله مسألة خلافية هذه الروح انتو عاريستو كدبنا أوضفره مركي الله دباقنا أيكو عداتو مصارق أهم بالوردق من قعانت اللقوين مسيه وخائم وخائمة ولا تعزيري حقنا والاقا قادي حقوق قناح يكرباش بالقود نفان حقنا والاقا قادي ظاهر النص حكوتكي عبد الله احمد حنبل يا اسحام راهويه ايا صداقه علماء انت ذوك لو حيليين عاريه ديدديد وحلا تبع العاريسه ولا دفرام الله انكري قعن لسما قوي سرقنا ما محاجره الهي سرق وحكو حري والسارق والسارقه فقطع ايديهما مد الهي والمستعير الجاحد لو دينا سارق بلا شيء وليست العاريه من السرقه في شيء ونسك قرانك احاديثا صومرنا معي اهيد لعن الله السارق يا سارق النبي قعنت قوي انت سال سوي استعارض شغلكم الله يدين بابك ايضا وجمهور اهل المسجد سيكون حديث كان وحنا كجاوبنا رواد اسكو خلافي رواد وحي ورين دونان هاوين ريب بن مخزوم وحباي حدي يا ماي وحباي عاريسن جرتي وحي دي هدا يدين بردينو احمد يا اسحاق وحنا لناهي قبل واغو هوري وحبا انت عاريستي دفري جرت دنبي بدنبي وكويجي داي واغي دنبي حتوي بلو ضيبا جمعا بين الروايتين تستعير وتجحد ثم سرقت سرقنا اللو مقين لجهود العارية اللو مجرين هل كاسم رأي الجمهور ورأي عبد وبنانك يا اللوي أحمد إسحاقنا رواية مشكلة يا وحكو بسين نسائي هوشا ما دم ودرنزين هاي رواية السرقة رواية الجحد العاري وذكينية أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن راهوية إسحاق بن راهوية طيب
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال وحور كانت امرأة مخزومية هوين ريب مخزوم حية تستعير متاعا ألاب عريسا على ألسنة جارتها وحيكو عريسا عربك درس كيدا وإسبان فريم أيضو لم يقان وحان الله سين ما وعيده هبلا سو قرميزها هبلا وحيكو تلي ألاب تأيسو ديب وقال لغو ديب رحضيك ربحي رحضيك ربحي سا وتجحده ويديد جتواق الدم وإنكر جرتي فأمر رسول الله بقطع يدها رواياتك ورواياتك أحمد إسحاق دليل الشديد نسايلكم حبا بيستي ذكر الاختلاف على عبيد الله في حديث النافع عبيد الله بن عمر العمري المكبر المصغر عفوا وصو صعودة سيدلس كومان رافي بكون شيء روايات كيس وحونا يلي أخبرنا عثمان بن عبد الله أبو عمرو البصري قال حدثني الحسن بن حماد الملقب بسجادة من عبادة بضم بها سجاد أيال لورنجري قال حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك ضعف باكجر وذات كس عمرو بن هاشم الجنبي ضعيف وي أما ضعف باكجر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن امرأة هويني هذا وحد هيسان أبو مالك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر إيه هي خلاف كسادو وقاتان إمان دوان أن امرأة هوني كانت تستعير الحلية باللط ذهبية فضي عاي سنجرت وللناس ذاتك وآهاتي ثم تمسك مركز يقر سنجرت وهي سنجرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محولي لتطب هذه المرأة إلى الله هوني إذا الله طوبت كينتو حقوق الناس كاسك إلى لسأل الله كعبسط يو رسول رسولك إلهي بهاو نقطو حد بذبك إلبك إلا إيمان يسو طيب هؤلاء تمادو قل يا ورسوله ديدن الله لا طوبت كيناي رسولك الله ما طوبت كينو إيه وحيكو أول ودادو الله طوبت كينو رسولك نهر اللي قلي سوي معنو نبي إلهي هوش وقحوني هاي ومد بأسوه دعوون ملك الدعوي هاتو جزا هوش هايضا مركو ومحو ما هوش هايضا دمالها وتردها عليسو ما تأخذ على القوم تدك وحيكو صوت القاتي كو ضفرتي هاي اسكي عليسو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها واقدم النبي محيري باو استاقو قوارك عن تضبسي قونا حتى إلهي كوف هذا محينو هينا حديث كوم موصول ومتصلة عن عبيد الله ورواية أبي مالك خالفه شعيب فأرسل شعيب بخلاف دون أبو مالك وحديث كإرسالين دون أخبرنا محمد بن خليل الخشني عن شعيب بن إسحاق البصري عن عبيد الله سمجد المركة شعيب بن إسحاق البصري وحم طابعين إياه عمرو بن هشام الجنب أبي مالك يوم طابعين إياه عفو أبو مالك عن عبيد الله بن عمر محوك الضري مركة عن نافع محوك قوي عن ابن عمر مدهين أن رسول الله إرسالي أن رسول الله أن امرأة هويني كانت تستعير الحلية في زمن رسول الله هويني بوحي عاري سنجتي باللد يدهب كيف ضد حلق الصوبانه صلى الله عليه وسلم فاستعارت من ذلك حليا فجمعته فاستعارت وحي سسو عاري من ذلك طقا كائنا وحاري ستا حليا باللد فجمعته مركز أروريسي ألابنا بإمال لقطي ثم أمسكه ويحج ثميسن علنين عريس سوقاد ميلبدي توكل سوقاد ميلبدي سوقاد ميلبدي ما لبو نودا كدبنا وانا حولي كان ما انا اركيت يقول واحد قاضي عطين كان صدق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطب هذه المراه هون ان الله نقط الله كعبسته وتؤدي هجدته ما عندها انت هيس سوق ارغستن امه الى هذا عريس مرارا دور قرب النبي كعلي فلم تفعل ميسن يلين فريم بقدره الهها كعبسته حولها اسلام كاس تعلش ويلي وي فأمر بها مركز النبي أمري فقد عق أنت بالجوي إذن نبي جاي بنت أشجتي أي كحد قد يبتين هرال الجيش على أنهم نقطوي تاسيال كاس يقول لما تي وحب حي مركز إمامكو حديث الجبير مركو حد مدى نسائن الرجحة أيه رواية الشعيب رواية الشعيب لأنه ودم مريي رواية المرسلة إنه الرجحة يد مدى لكن ترجيح سمع مع ضو أبو عوانة أي أول حديث كان من طريق إسحاق عفوا شعيب بن إسحاق موصولا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مركا الرواية الموصولة هي راجحة لكن نسائي وحد مؤدى إن حديثك ابن عمر إرسالك ورجحها أخبرنا معدان ابن بل انتنا نقدر حلك حديث أخبرنا معدان ابن عيسى الحراني قال حدثنا الحسن ابن محمد بن أعين
بالوجدة نسبة إلى جده هو حسن بن أعين بإذن دقان لكن هو حسن محمد بن أعين نوكر بن صمر. قال أحدنا معقل ابن عبيد الجزري معقل ابن عبيد الجزري عن أبي الزبير محمد عن جابر أن امرأة هوينة من بني مخزومة سرقت سرقت هوينة هرب بني مخزومة وحضي فأتي بها النبي نبي قال الله كان فعادت وحين مغنقى شيء كعرتي بأم سلمة حيث أم سلمة نبي قال ربينه قعنتي قوية يجي إرقي فقال النبي نبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة فاطمة عفوا بنت محمد لقطعت يدها أي لو كانت السارقة مدى وحد هذين نقول له فاطمة بنت محمد فاطمة إن محمد رسول الله أهيد لقطعت يدها قعنتا قوين لها أم سلمة صوبع جوادا ومضى نفطه كانت فقطع يدها قعنت ذي بها لقوية مركب الانتا ينوجه إن شاء الله تعالى ولي ما مكوسي وذا حديثي سرقة قصاب سعيد مركب إسلام تنريبنا مخزومنا وبكل حدون النسائي إلى ليدي وإنتو كور يا أم الرواية وككين النسائي قضية إمام ككين مجره استقصى الروايات في سرقة المخزومية نسائوان جميعي رواية كبضا تيسا لا في الكتب الستة ولا في غيرها والله أعلم.